السلام عليكم يا شباب جريد 5 إن شاء الله النهارده هنحل مع بعض Computative اسسمنت نمبر 9 تل 2 اند 3 unit 2 في كويشن نمبر 1 بيقول لي complete letter a the variable in the equation x plus 5 equal 9 طبعا عارفين إن إحنا عندنا بيبقى variable و constant اللي هو المتغير اللي هو symbol اللي هو هنا x letter b بيقول لي the value of the digit 5 in the number 30 and 5000. الفاليو بتاعه ديجيت 5 اللي هي هنا دي كده عباره عن 5 او او بوينت او اللي هي 5000. طب عرفت ازاي؟ حطيت ال 5 وكل النمبرز اللي بعديها سواء هي زيرو او مش زيروز نحطها زيروز لحد ما نوصل للبوينت. او ممكن اعملها 5 اوفر 1000. اللي تر سي بيقول ذا ايكويشن ويت ريبرزنتس ذا موديل ده البار موديل طبعا اللي احنا عارفينه عارفين ان التوتال نمبر بيبقى فوق والتو نمبرز التانيين بيبقوا تحت فعشان نعمل الايكويشن هنقول ام بلس 3.2 ايكوال 6.8 ان الاثنين دول ايكوال التوتال اللي هو 6.8 لتر دي 56 and the 10 tenses multiplied by 100 multiplied by 100 يعني البوينت هتتحرك 2 تايمز ناحيتين كده مرتين ناحيه اليمين طيب يبقى 5 6 البوينت هتتحرك هنا عشان تتحرك مره كمان لازم نحط 0 تبقى 5620 انسى شكوى ليتر بيقول لي 3 تنس ماينس 3000 3 تنس اللي هي بتتكتب كده ال point after random ماينس 3000 3000 اتكتب كده 0.003 هنحط البوينت تحت البوينت هنا كده وبعدين 003 نحط هنا 2 زيروز ونعمل minus. دي طبعا هتبقى 10 ودي 9 عشان نعمل عملية الـ ٩ دي ٩ إعادة التجميع تاني أو إعادة تهيئة المسألة تاني 10-3 يوكال 7 9-0 9 2-0 2 هتبقى 0.297 للي مش فاهم ليه عملنا هنا كده احنا اول زيرو بيبقى 10 الزيرو اللي بعديه بيبقى 9 ايا كان عدد الزيروز اللي بعديها بتبقى 9 واخر نمبر اللي هو استلفنا منه بننقص منه 1 نمبر 2 will find the value of each variable in the following part to whole bar models يعني عايز الفاريبل المتغير بتاعك في البار model طبعا طالما هو هنا تحت يبقى التوتال بيبقى فوق ده تحت بنعمل عمليه سبتراكتنج

في ليتر بي بقى التوتال فوق هو اللي عايزه الفاريبل يبقى هنعمل عمليه اديشن جمع طيب خلي بالك بقى 3 بلس 6 9 2 بلس 2 4 1 بلس 1 2 ما ننساش البوينت 5 بلس 1 6 2 بلس 4 6 يبقى 66 and 249000 في question number 3 بيقول لي choose the correct answer letter A 7000 plus 700 plus 70 plus 7000 طيب ادي 7000 وبعدين ال 700 قدامها 2 زيرو اهي بعد كده ال 70 قدامها 1 زيرو اللي هو ده بعد كده نعمل البوينت بتاعتنا او بوينت او او 7 يبقى ال او او 7 زي ما هم عايزين بقى النمبر ده اللي هو 7770 and 7000 1000 اللي هو اللتر دي اللي قدامك ده. لتر بي بيقول لي 71 ادي 71 and اعمل point. 1700 Seventeen 1700 hundreds. Seventeen hundreds يعني ال point after two numbers يبقى 71 and 17 اللي هي اللتر ايه. لتر سي بيقول لي 346 divided by 10 طالما divided by 10 يعني ال point هتتحرك هنا ناحيه ال left one time. يبقى هنا ما بين ال 4 وال 6 يبقى 34 and 6 tenses اللي هي ال letter C letter D 29 and 99 rounding to the nearest tenses the nearest tenses يبقى نروح لل اللي هي هنا ال 9 increase ال 9 ديت تخليها 10 يبقى خلي بالك بقى معايا 0 عشان احنا هن increase 1 تبقى 10 0 and carry up 1 1 plus 9 10 برضه 0 and carry up 1 1 plus 2 3 تبقى 30 Number 4 If we add 3 and 29 hundredths to a number to get 7 and 254 thousandths يعني لما نضيف number لده طبعاً النمبر طالما مش حاجة مش عارفين وتبقى variable يبقى وليكن إكس. Then write a suitable as a suitable equation and solve it. اكتب المعادلة المظبوطة وبعدين نحلها. هو قال لك هنضيف هنضيف دي يعني addition يعني plus عشان نجت النمبر ده اللي هو 7 2 4 طيب عشان نحل الايكويشن ديت نعملها البار موديل التوتال اللي هو ده طالما عمليه اديشن التوتال بيبقى في الاخر يبقى 7.254 وهنا اكس وهنا 3.29 كده هنعمل عمليه سبتراكتنج حطينا البوينت تحت البوينت ونحط هنا زيرو عمليه سبتراكتنج لان هم تحت بعض كده 4 0 4 5 minus 9 ما ينفعش تبقى دي 15 ودي 1 15 minus 9 تبقى 6 1 minus 2 طبعا ما تنفعش تبقى دي 11 عشان استلفنا لها واحد وده تبقى 6 11 minus 2 تبقى 9 نحط ال 6 minus 3 3 يبقى equal أو ال x equal 3.964 number 5 will you what is the story write a story problem for the following equation then solve it 3. 25 plus 6.25 equal n عايزك انت تعمل ستوري للايكويشن اللوحه اللي اعطاها لك دي للبروبلم دي فهنفترض مثلا ان احنا نقولها بالعربي كده شخص معاه الرقم ده وشخص اللي معاه الرقم ده يبقى الاثنين معاهم الكام معاهم كام توتال فهنقول ايه احمد has 3.25 leverage and his brother أخوه has 6.25 leverage ratio اكتب بقى ال question بتاعك what is the total money they have together وعمل question mark بتاعك ومعاها كده يا شباب يكون انتهى cumulative assessment نمبر 9 نلتقي ان شاء الله في كوميونتي في اسسمنت نمبر 10 اتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات ديت واللي الاستفاده الاكبر والاكبر ما تنساش تواصل على رقم الواتساب عشان تحجز السيشن لاين اللي هيستفيد بيه جدا وهي هيحل كل المشكلات اللي عندك في الماس لو عندك مشكله في في شوية أفكار معينة بنحلها لو عندك ليسون معين بنشرحه لو عندك ريفيجن معينة لو عندك آه... فاينل اكزام حابب تحله أي حاجة بنتعامل معاها الحمد لله وهحل لك المشكلة بإذن الله ولو برضه لو ما عجبكش الموضوع ما تكملش هي بتبقى سيشن واحده تبقى ليك انت بس وكده كده مش هتخسر حاجه الاسعار في متناول الجميع خاصه للمرحله اللي هي الجريد 4 و5 و6 25 جنيه للحصه فموضوع يعني هيفرق معاك جدا وبسعر رمزي اه التواصل على رقم الواتساب عشان اه مش بالضروره عشان تحجز السيشن اونلاين لو في حاجه واقفه معاك سريعا ممكن نحل المشكله دي مع بعض من غير ما تدخل في اونلاين والقصه دي كلها فكده كده ادخل على الجروب على الواتساب عشان نعمل جروبات بعد كده نقدر نتواصل فيها مع بعض ما تنسوش دعمكم يا شباب باللايك وشير وسبسكرايب شير في كل مكان في الجروبات مع اصحابك في كل مكان تقدر تشير القناه شراء. وما تنسوش دعمكم طبعا ودعواتكم بتمنى لكم كل التوفيق يا شباب وشكرا والسلام الله عليكم